نعم، السلام عليكم سيد إياد رامي عيسى مع حضرتك، ما تغلقش وتهرب بالله عليك. اقعد بطل من سوالفك التعبانة هذه، طيب بطل طيب هذه. بما ان حضرتك بتقول دي سوالف تعبانه، من من الائمه استخدم الولايه التكوينيه سماحه سيد اياد؟ انت شوف شوف، انت اول مره بدك تكمل التحدي مالتي لي. يا سيد اياد بالله عليك دون مظلوميات ودون هروب، انا بسالك سؤال بسيط وبقول لك يا سيد، من من الائمه استخدم الولايه التكوينيه؟ لماذا لم يستخدمها الحسيني في كربلاء ولم يستخدمها علي رضي الله عنهما في كسر الدرع؟ تفضل اجبني. حتى انا انزل التسجيل وافضحك فضيحه. طيب جميل جميل، انت نزل التسجيل وافضحني فضيحه. سؤالي لحضرتك تاني بالراحه، هرب هرب جبان ولن يجيب، والله ولن يجيب، بيقول سوالف تعبانه. طب اجب على هذه السوالف التعبانه. علماء الشيعه عاجزون، سادات الشيعه عاجزون ان يجيبوا على هذه الاسئله، ومرارا وتكرارا نطلب منهم الاجابه ولكنهم يتهربون. كان معكم سيد الشيعة المعروف طبعا في قناة الأنوار يا الظلمات وغيرها من القنوات الإذاعية المعروفة عند الإمامية الاثني عشرية، إياد الحوزوي.